وفي غمرة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وفي حفل بهيج امتزجت فيه كل معاني الحب والأمل بأن يحمل العام القادم تباشير الفرح والسلام لربوع الوطن، احتفلت روضة مدرسة راهبات الوردية في مرج الحمام بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد. واشتمل الحفل على تقديم فقرات فنية ممتعة قدمها مجموعة من أطفال الروضة أبهجت الحضور. حضر الاحتفال مديرة المدرسة الأخت كلارا معشر، ومديرة الروضة الأخت جوزفين قيقية، والأخت كونشتة حسان، والأخت كارولين معايعة. كما حضرت الاحتفال الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين، وجمع من المدعوين وعضوات الهيئة التدريسية في المدرسة. ونظمت الاحتفال المربية ليليان شحيبر معشر، وقدمته المربية دينا حداد. اليوم كان عندنا احتفال إضاءة الشجرة اللي هي بترمز لنور المسيح، وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع وسلام ليعم العالم، وكل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم كل الصحة والتوفيق. شرفنا اليوم بحضور راهباتنا لإضاءة شجرة عيد الميلاد، كادر مميز كتير وشغل كتير رائع من الأولاد، كان إشي كتير حلو، غنوا الأولاد وعملوا سكتشات، شغل كتير كان حلو، انبسطنا كتير فيهم، جهد رائع ومميز من أطفال كتير صغار. بتمنى عيد سعيد للجميع، كل سنة والكل سالمين، وميلاد مجيد للكل باسم روضة راهبات الوردية.